مساء الخير واهلا بيكم حلقه نهايه الاسبوع وهنا العاصمه. ضيفتنا النهارده في معظم هذه الحلقه هي نجمه الجماهير ناديه الجندي ومسلسل اسرار. مسلسل اسرار الحقيقه يعني واضح ان هو عامل يعني صدى جيد جدا في الشارع المصري. ناس كتيره جدا بتتفرج على اسرار ناديه الجندي الذي يعرض على سي بي سي الساعه 7 وبعدين سي بي سي بلس 2 ويعرض ايضا على سي بي سي دراما. اسرار هيكون محور حوارنا النهارده، لكن مش بس اسرار مع ناديه الجندي، هنتكلم على مشوارها الفني الطويل، قصه طويله ناديه الجندي، يعني مجموعه كبيره 55 فيلم، كيف لقبت نجمه الجماهير، تنافسها مع فنانات كبار السينما ووضع السينما، ونتكلم على اشياء اخرى كثيره. ناديه الجندي وكل اتصالاتكم الهاتفيه ومسلسل اسرار ومشوار فني طويل، هو ده النهارده حلقتنا في نهاية الأسبوع. يوم السبت القادم بإذن الله هنحتفل بالذكرى 40 لرحيل الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي. عندنا حلقة خاصة هي كل الحلقة الحقيقة، وهنقدم فيها برنامج يعني أو يعني الحقيقة شهادات إحنا جمعناها مع عدد كبير من الأدباء والكتاب والفنانين اللي التقوا وعملوا مع الأبنودي، غير أسرته طبعا. التقينا بأسرته السيدة نيهال كمال، البنات آية ونور، ودول الحقيقة كانوا اكتشاف بالنسبة لي. آية ونور، آية اللي بتقرأ الشعر زي أبوها بالظبط، بنفس طريقته، بنفس اللكنة الصعيدي اللي كان بيتكلم بيها الراحل الأبنودي. ماذا ترك الأبنودي لهؤلاء البنات؟ وأيضا هيكون معانا في هذا البرنامج الفنان علي الحجار، الفنان عمر خيرت، الكاتب الكبير صلاح عيسى، الأستاذ الكاتب الكبير جمال الغيطاني اللي عنده شهادة مهمة جدا عن علاقته ب الراحل الأبنودي. ذهبنا إلى أبنود أقصى الصعيد، قابلنا الضو اللي يعني غنى معاه وبحث معه عن السيرة الهلالية، رحنا متحف السيرة الهلالية وهو متحف الأبنودي في أبنود في أسيوط في أقصى صعيد مصر، وذهبنا إلى الإسماعيلية حيث زرنا يعني قصره وقبره، بيته وقبره أيضا. يعني الحقيقة رحلة طويلة جدا، بقالنا حوالي أسبوعين أو أكتر بنعدلها في ذكرى الأبنودي، شاعر لم يرحل ولكنه يبقى معنا بالغناوي والحكاوي وأشياء أخرى كثيرة. أنا الدرويش، أنا السابح بمسبحتي ومبخرتي وتوب الخيش، أغنيلك وموّلك مواويلك، ما تسمعينيش ولا تشوفينيش، ومش لازم مدام عايشة مدام تبعيش. الغيبة خلتني زي ما أكون ضيفة في جبلية الفار، انت اللي كنت متجر رجلينا فيها، ومدام انت هتقعد عندك واحنا هنقعد فيها، يبقى ما قدامياش غير الاستني، ان كان في سكة مش عارفاها فهمني. هقول له برضو حتة من حرجة، واقول له ولو الورقة يا بنت الخالة تكفي، لا اعبيلك بحر النيل والله بكفي كلام. أنا بشكركم ويعني بتمنى لكم مستقبل عظيم ترفعوا فيه اسم الأبنودي، لأن البنت بترفع اسم أبوها زي الولد وأكتر. سوري. ما أقولش غير ليا وليكي رب، لا تشتكي مني ولا أشتكي، يكفاني ما بيا ويكفى ما بك. فجأة نبرة صوته تغيرت، يعني نبرة غريبة على صوت عبد الرحمن. قال يا جمال أنا حموت السنة الجاية. بعد شوية براح قال لي بقى بس اللي كاد كبت ظلومة يلعن أبوك يا دي الحكم، هو يقول كده وإحنا نعلي صوتنا. فطبعا قاضي معتقل يعني كان راجل حصيف كده وبتاع الحاجات دي جاية كده يا أستاذ عبد الرحمن، لغاية كده بقى اللي أنا أقدر أستحمل مسؤولية اللي أنتوا بتعملوه ولا أنتوا تقدروا تستحملوه. ده فيلسوف وعنده أسلوب في الحياة وأسلوب في الكلام وخفة ظل جميلة جدا، وخاصة اللهجة الصعيدية الأصيلة اللي هو بيتكلم بيها.
كل القلوب لها دواء يا طير يا حايم في الهوى. الكان يا رزق مرادك تخلف عيال في جبل وامشي شريفة في جبل وامشي شريف ارمي حمولك على المتعال تزوج بعذرة شريفة. وهو سعيد بيقول أنا فخور إن أنا شاعر الجلاليب، شاعر الجلابية، الراجل أبو جلابية بيجي يسلم عليا، أنا فخور الناس دي تعرفني. وإحنا فخورين إن إحنا بنقدم يعني هذا البرنامج عن الأبنودي. البرنامج مش بكاء بس الحقيقة، البرنامج مليء بالأغاني، مليء بالفرح، مليء بقصايد الأبنودي، ومليء بحوارات يمكن محدش شافها قبل كده. هنعرضها ونذكر الناس دائما يبقى الأبنودي. منذ قليل كان في انقطاع للكهرباء في مبنى ماسبيرو، لكن واضح انه يعني الناس في ماسبيرو كانت مستعده ولم يعني تحدث الاخطاء في مثل المره الماضيه. بالعكس يعني النيل للاخبار، القناه الاولى، حتى الاذاعه راديو مصر ما حصلش يعني ما بلكتش زي ما بنقول بلغتنا التلفزيونيه، ولكن تم النقل على الاحتياط. ما قطع فقط هو الكهرباء، وهنحاول نعرف ايه اسباب انقطاع الكهرباء، ولكن ما قطع فقط انقطع هو الكهرباء. طبعا النيوز روم يعني الغرف ضلمت، اوض المونتاج واشياء اخرى، ولكن الشاشه ما يهمنا هنا هو الشاشه. الشاشه نقلت على الاحتياطي سواء في قطاع الاخبار، وبالتالي النيل الاخبار كل قنوات النيل، وايضا القناه الاولى وكل القنوات، و قناة الشعب أعتقد ضمت على القناة الأولى، الراديو مصر. يعني كان بيبقى فيه زي عشان ننقل من الأساسي للاحتياطي بيبقى فيه 3-4 ثواني كده من التوقف، لكن على طول تم النقل للاحتياطي، وبالفعل الناس كانت جاهزة. وهو ده المهم، هو المهم إنه الشاشة بالذات شاشة التلفزيون المصري هي دي شاشتنا كلنا، يعني كلنا ننظر إلى التلفزيون المصري، هذا هو التلفزيون الوطني، وبالتالي يهمنا جدا لما نتكلم عليه نتكلم أن به كفاءات، ونتكلم أنه في ناس تقدر أنها تعالج المواقف، والمرة دي الحقيقة الناس قدرت أنها تقوم بدورها. أما بقى بالنسبة لتذبذب التيار الكهربائي فده اللي هنحاول نعرفه بعد قليل. إذن لم تنقطع الشاشة، أو يعني لم يحدث أي ضرر لشاشة التلفزيون المصري، وهو ده اللي يهمنا أنه لا يحدث هذا أبدا يعني على الإطلاق. الدنيا حر طبعا، الدنيا حر جدا، وغدا موجة أخرى من الحرارة. كان مش عارفة حالة البانيك أو الفزع اللي عند الناس دي إيه يا جماعة؟ طول عمرنا عارفين إن الدنيا حر، مايو يونيو يوليو أغسطس بيبقى الدنيا حر، وبتزيد درجة الحرارة بتوصل للأربعينات. إيه يعني إيه حالة البانيك وعلى الفيسبوك ومصر أصلها بكرة أكتر يوم حرارة في العالم، ومصر الدولة الأكثر حرارة؟ ما في موجة حر في الهند قتلت 700 من يومين، ولا 70 واحد من يومين، موجة حرارة عالية جدا وصلت الحرارة في الهند 50. ايه الجديد؟ الخليج طول عمره حر. ايه يعني ميه نشرب ميه، ما نوقفش في الحراره، نخلي بالنا الاطفال ما تطلعش في الحراره وتتعرض للحراره، المسنين يخلوا بالهم، ونخلي بالنا من كبار السن بس. لكن بقى نقعد في البيوت وما نروحش الشغل، واشاعات بقى تطلع انه اصل احنا مش هنروح الشغل، اصل لازم الدوله تدينا اجازه. تدينا اجازه ليه؟ هو احنا ناقصين اجازات؟ هو احنا شعب بيتلكك عشان ما يشتغلش؟ الدنيا حر عادي جدا، نتحمل الحراره. في ايه يا جماعه؟ يعني ايه الاحساس الفظيع ان الدنيا حر فنموت؟ نقعد حاول نقعد في الظل، نحاول ان احنا يعني عادي، موضوع طبيعي جدا حراره. عارفين ان الصيف حر جديده ده علينا يعني، ولا كانها غريبه؟ الدكتور وحيد سعودي المتحدث باسم هيئه الارصاد، مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، اهلا بيك. قول لنا وضع الارصاد بكره ايه، وانتوا تعليماتكم ايه للناس؟ يعني بكره جروه الموجة شديدة الحرارة اللي أثرت على البلاد منذ يوم الأحد الماضي، في ارتفاع آخر في درجات الحرارة غير متوقع ليها بكره 44 درجة مئوية. إذا بذلك بتستمر الموجة شديدة الحرارة مؤثرة اليوم وغدا، طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار مائل للحرارة ليلا. وإن شاء الله من يوم الخميس هتنكسر هذه الموجة بانخفاض من 8 إلى 10 درجات مئوية،
طب من 8 ل 10 درجات تعود الى معدلاتها الطبيعيه يعني. ان شاء الله. طيب تنصح الناس بايه يا دكتور؟ انصحهم بعدم التعرض لاشعه الشمس المباشره، يبقى في شمسيه او كاب او اي شيء من هذا القبيل، اي غطاء للراس، احتساء السوائل بقدر الامكان، وعلى راسهم طبعا المياه، عدم الجلوس في الاماكن سيئه التهويه، ارتداء الملابس الصيفيه القطنيه اللي هي الفاتحه. طيب هل صحيح ان مصر بكره اكتر دوله، او القاهره والصعيد يعني اكتر اماكن حاره في العالم كله؟ لكن الكلام ده عاري من الصحه، والهيئه العامه للارصاد الجويه نفت تماما هذا الكلام. هذه الاشاعات بيبقى المقصود بيها ضرب المواسم السياحيه في مصر، زي في سنين عديده من قبل بدايه موسم الصيف او موسم الشتاء. طيب الصعيد الحراره طبعا اكتر شويه، فبرضه نخلي بالنا. ما احنا قلنا حضرتك ان الموجه هتستمر بكره وبعده لغايه يوم الجمعه على محافظات الصعيد وعلى جنوب سيناء عند شرم الشيخ الغردقه نويبع العين السخنه، لكن القاهره الوجه البحري السواحل في تحسن ملموس في اقبال الدوله. يعني لكن الناس عادي تروح الشغل. طبعا اللي عنده امتحانات يروح امتحاناته، طبيعي جدا الناس تمارس حياتها الطبيعيه جدا جدا جدا. ان شاء الله. بشكرك دكتور وحيد سعودي متحدث باسم هيئه الارصاد. يعني حاله الفزع دي اللي فجاه بتنتاب الشعب المصري غريبه جدا، ايه يا جماعه جديد علينا الحر؟ بكره الرئيس السيسي هيلتقي بعدد من ممثلي الاحزاب السياسيه، ودي يمكن المره الثانيه او الثالثه اللي بيلتقي فيها بالاحزاب، من الذين سيلتقي بهم طبعا الرئيس حزب الاصلاح والتنميه السيد محمد انور السادات، وعدد ايضا من الاحزاب. الحقيقه ان مهم جدا لقاء الرئيس السيسي بالاحزاب، هذه قضيه مهمه، مهم جدا ان احنا يكون عندنا احساس ان في حياه سياسيه في مصر، عايزين نعرف اخبار الانتخابات ايه، هو في انتخابات ولا ما فيش، ليه احساسنا ان قانون الانتخابات دخل مجلس الدولة ما طلعش، كأنه دخل نفق كده، ما طلعش من نفق خلاص يعني، دخل ونسينا موضوع الانتخابات. نتمنى انه الحياة السياسية تعود مرة اخرى، وان يكون عندنا برلمان والقانون يطلع ويكون في انتخابات. يعني طبعا هنتابع معاكم ما سيخرج من هذا الاجتماع. بمناسبة بقى الحر، طبعا على طول الكهرباء بسرعة بيبقى فيه استهلاك زيادة في الكهرباء، في التكييفات والمراوح وغير ده. الحقيقة انه بنطالب بالترشيد، الترشيد الترشيد الترشيد، ما هي الدولة مرة تانية هفضل اقول هذه الكلام كل يوم، الترشيد ده دور المواطن، الترشيد يا جماعة، لمبات الموفرة، انك ما تشغلش مجموعة من الاجهزة بالذات في وقت الذروة اللي هو من 5 ل 9، نحاول ان احنا ما نشغلش كل الاجهزة فجأة من 5 ل 9، الترشيد هو ده سلاحنا. وكمان بنطالب الحكومات بالترشيد، الحكومة كمان بالترشيد، انها ما تسيبش المباني الحكومية مولعة، انه ما فيش كهرباء تبقى في الشوارع صباحا. طيب معي على الهاتف السيد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. اولا لازم اسال حضرتك على انقطاع الكهرباء في ماسبيرو، ماذا حدث؟ والله يا فندم عرفت القصه واتصلت برئيس الشركه، شركه التوزيع، فهمت ان كان حصل فيه هزه كهربيه، ماذا المقصود بيها ان حصل انخفاض مفاجئ في الجهد ورجع تاني. ده نتيجه ممكن مناوره خاطئه حصلت في مبنى سيتي نايل سيتي اثرت على الشبكه. طبعا ده سبب الهزه اللي هي حصلت في اللي حضرتك سؤال عليها. لكن اتفضل يا فندم. لكن اتفضل. طبعا هذا ديت يعني ممكن لو في اجهزه حمايه ضد انخفاض الجهد بتفصل تغذيه، انا طبعا مش عارف السيكونس ازاي، لكن نقدر نعرف بكره ان شاء الله يعني استنى ما حدث. الحاجات دي كلها بتبقى ريكوردد عندنا في المحطات. الفكره ان طبعا كل اللوحات دي بتبقى مغذيه من مغذيين، المفروض يبقى في نقل اوتوماتيكي لما تحصل مشكله يتنقل على الخط الثاني. ايضا اعتقد ان التلفزيون برضه بيبقى الاستوديوهات مغذاه عن طريق اجهزه بتسمى اليو بي اس اللي هي ان انتربتبل باور سبلاي، ده بيبقى جهاز الكتروني ايضا بحيث ان هو بيضمن استقرار التغذيه حتى لو حصلت اي نقل من مغذي لاخر اخذته وهكذا. طيب فده المتوقع اللي يكون حصل ان شاء الله. قضية أخرى، النهاردة كان في خبرين بخصوص الكهرباء غير انقطاع الكهرباء في ماسبيرو، خبر بخصوص جنرال إلكتريك وخبر بخصوص سيمنز. مجلس الوزراء وافق على يعني اتفاقية سيمنز، والرئيس وحضرتك كنت موجود التقى بوفد من جنرال إلكتريك، لو تقول لنا بالضبط الموضوعين.
ايوه هو طبعا اقول لك اللقاء مع السيد الرئيس، وكان رئيس الطاقه المياه في شركه جنرال الكتريك اسمه سير ستيف بولز. هو كان جاب المقابله مع الرئيس وكان بيتابع. حضرتك عارف شركه جنرال الكتريك بتساهم في تنفيذ الخطه العاجله، الخطه العاجله اللي احنا بنجدد بيها الصيف، وبرضه من ميزانيات الاحمال في المستقبل ان شاء الله. هي هتدخل في الشبكه تقريبا 3632 ميجا، منهم 2660 بشركه جنرال عاطيه معدات بتدخلها في الشبكه. فكان بيتابع يعني بيقدم لسياده الرئيس تقدم الاعمال. احنا الاعمال الحمد لله ماشيه في الخطه الزمنيه بالثانيه، يعني ان شاء الله في 31/5 نهايه الشهر ده ان شاء الله في ثلاث وحدات، الوحده 125 ميجا هتدخل في الشبكه في محطه اسيوط، وابتدوا فعلا التجارب التشغيل، وابتدت المولدات ديت او التربيات متاسس تشتغل ودخلت على الشبكه فعلا. يمكن هتدخل تباعا 2660 يمكن في خلال الشهرين القادمين، يعني واحد في نهايه شهر مايو، في جزء برضه في شهر يونيو، وجزء في شهر يونيو يكون دخل المجموعه ديت، ودي هتساهم ايضا في يعني تقليل اي انقطاعات او تخفيض في الاحمال الحمد لله. برضه مما تم مناقشته اللي هي حضرتك عارفه النتائج برضه مؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، كان في حاجه كان موضوع ان احنا بنحول الدوائر البسيطه اللي هي السمبل سايكل في الخطه العاجله بنحولها الى كومباين سايكل اللي هو الدوره المركبه، لان بترفع كفاءه التشغيل، بتدخل 750 ميجا كهرباء بدون اي وقود اضافي. ده برضه كان تم مناقشته وفي خلال الاجتماع مع الشيخ الرئيس. ايضا يمكن قيل ايضا انه بنك الصادرات والواردات الامريكي ادى استعداده انه بيقدم قروض لمصر بقيمه 7 مليار دولار لتنفيذ مشروعات في الطاقه الكهربائيه وبتسهيلات في الدفع. اه ده مهم. التمويل بتبلغ لغايه ده حاجه مهمه جدا. يعني لازم كنت هسال حضرتك عن التمويل على طول، اسال حضرتك عن التمويل، لان دي فلوس، احنا هل احنا بنسدد هذه الفلوس ولا بناخد قروض طويله الاجل ولا ايه؟ هي طبعا ده تمويل فنن الحاجات اللي احنا عاملينها فيها بتمويل يعني سوفت لونز باجل طويل، ده بنعمله في طبعا بعض المشروعات الاخرى، بس ما بنتكلمش عن المشروعات اللي هي كانت مع جي اي، عاملينها ثانيه عن طريق ان في مستثمرين بيجوا له محطات كهرباء وبرضه بيقدروا يبيعوا ده الناتج منها من الكهرباء، وهي بتيجي حاجات عن طريق البي او او. بس انا بالنسبه للجي اي هي فيها نوع من التمويل اللي احنا بتسهيلات وبنمده على فتره طويله من الزمن ان شاء الله. طيب سيمنز، والنهارده مجلس الوزراء وافق على التعاقدات مع شركه سيمنز. ايوه مظبوط يا فندم. احنا طبعا الحمد لله خلال الفتره الماضيه برضه ده احد نتائج نجاحات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، لانه احنا بنعمل ثلاث محطات المجموع بتاعهم بيصل الى القدرات بتاعتهم تصل الى 14400 ميجا على ما يسمى بالايس كونديشن. هي بتدينا في وقت التشغيل عند الحراره العاليه بتبقى قدرتها 13200 اللي هو سياده الرئيس اعلنهم. الحمد لله احنا كان في نيجوشيشن، كان فيها مفاوضات جيده مع سيمنز من الناحيه الفنيه ومن ناحيه طريقه الدفع والتمويل، جابوا التمويل كويس قوي. كل الكلام ده تم مناقشته وانا عرضته النهارده بالتفصيل الشديد امام مجلس الوزراء، والحمد لله تمت الموافقه على هذا الامر، واحنا جاهزين ان شاء الله على التوقيع في الايام القادمه ان شاء الله. طيب تطوير الشبكه بقى يا سياده الوزير، لانه يعني كل هذه الاحمال الجديده محتاجه تطوير للشبكه، والا الشبكه مش هتستحمل هذه الاحمال، فكيف هو الوضع؟ مظبوط كلام حضرتك صح يا جدعان 100%. احنا خلال الفتره الماضيه يمكن خمس ست اشهر الماضيين احنا عملنا امتدادات في الشبكه، اكسبانشن في الشبكه، شبكه النقل الزاد يمكن صرفنا عليها في حوالي 3 مليار جنيه، لكن احنا في نفس الوقت احنا قايمين حاليا بتصميم الشبكه، يعني امتدادات لها اللي تصبح يعني كافيه للتشغيل لمده 50 سنه القادمه، يعني احنا ماشيين في خطه طموحه في هذا الامر وماشيين فيها بطريقه علميه تمام، و يعني بيساعدنا فيها التشغيل على درجه عاليه من العالميه، بالاضافه الى القدرات العلميه الممتازه اللي موجوده عندنا في وزاره الكهرباء. سياده الوزير، الاحمال ومع الحراره اخبارها ايه؟ العجز قد ايه؟ تخفيف الاحمال قد ايه يا فندم؟
والله يا فندم النهارده احنا كنا مولدين منتجين 26,050 نجا عشان اكون امين مع سيادتك، كان الحمل الاقصى وصل الى 26,400، معناه فرق 350 نجا دول عملناهم ترشيد بالاتفاق مع بعض الصناعات اللي بتستهلك قدرات كبيره من الكهرباء في خلال وقت الذروه، بنخليهم يخففوا احمالهم شويه وبنظمهم هذا الامر. يعني انا سعيده وانا وانا بشوف المرصد دلوقتي حضرتك بتتكلم، احنا في ما زلنا في الخط الاخضر، يعني احنا لسه في المكان الامن، يعني ده الحقيقه هايل. ما فيش يا فندم حاليا على المنازل ولا البيوت ولا اي حاجه اي تخفيف احمال النهارده على الاطلاق برغم الحراره والجو. برغم على اول شفتك حاجه اول مره، يعني النهارده واخد النسبة 26,050 ودي يمكن اول مره يمكن من سنتين ثلاثه بنوصل للرقم ده، احنا حتى السنه اللي فاتت ما وصلناش لهذا الرقم على الاطلاق، يوم واحد يمكن وصلنا 24,500. طبعا الحمد لله احنا اخذنا مجموعه من الاجراءات الايجابيه خلال الفتره الماضيه، يمكن اولها كان هي تكثيف صيانه المحطات في اوقاتها، وده سبب برضه ان المحطات عندنا في حاله من الحالات الطيبه جدا في التشغيل، بالاضافه ان حضرتك عارفه طبعا ان محطه بنها ومحطه العين السخنه ايضا دخلت في الخدمه وتم افتتاحهم في الاسابيع الماضيه وهكذا. حضرتك عارفه ان شاء الله باذن الله خلال عام 2015 كله من اوله، انا هجيب حضرتك من اول يناير 2015 حتى ديسمبر 2015 هيكون جمله ما يتم اضافته الى الشبكه يبلغ 6,882 هي. يعني الرقم ده يمثل تقريبا ربع الحمل المطلوب عند الذروه، ويمكن دي اول سنه يتم فيها في تاريخ وزاره الكهرباء وقطاع الكهرباء بصفه عامه ان يتم ادخال هذا الحجم ان شاء الله من القدرات في الشبكه في ذلك الوقت. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء. الحقيقه ان احنا حاسين بتحسن فعلا في موضوع الكهرباء، يعني النهارده اهو ما فيش تخفيف احمال وطبقا للمرصد وكلام السيد رئيس وزير الكهرباء، واحنا في يعني الخط الاخضر، يعني ما زلنا في الوضع الامن، ونشكركم على حسن تعاونكم. فالحقيقه انه ده يعني خبر كويس برضو، مساعده الناس، الترشيد الترشيد الترشيد، نخلي بالنا حتى عشان الفواتير، ناخد بالنا عشان فواتيرنا. طيب معايا على الهاتف ايضا سيد سفير حسام القويش متحدث باسم مجلس الوزراء. سيد سفير مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اولا اسال حضرتك عن يعني بيان انتوا طلعتوه بتنفوا فيه ما جاء على لسان الاستاذ عماد مهنا رئيس اللجنه المركزيه لمجلس امناء مصر، معرفش ايه علماء مصر، معرفش ايه بالظبط هو المجلس ده، ولكن انه يعني حين قال ان الوزراء بيصل مرتب او تصل مرتباتهم الى 3 مليون جنيه، هل هذا صحيح؟ يعني البيان الصادر من مجلس الوزراء اليوم بينفي ما تم الإشارة إليه من أن راتب الوزير بيصل إلى 3 مليون جنيه شهريا في مصر، وهذا طبعا خبر ليس له أي أساس أو سند من الحقيقة أو المستندات، وبناء عليه كان اليوم البيان الصادر بنفي هذا الخبر الكاذب. وأشرنا أيضا إلى أنه من المعروف أن هناك حد أقصى للأجور وهو 42 ألف جنيه شهريا من كافة لكافة السادة الوزراء، وإنه ما الحقيقة الأمر إن ما يحصل عليه السيد الوزير من دخل من وزارته أو من مجلس الوزراء بأي أي حال من الأحوال لا يتجاوز 32 ألف جنيه شهريا. وأهبنا في البيان بأنه يجب التوخي الدقة والاستناد إلى بيانات ومعلومات حقيقية مستندات سليمة عند التحدث في أمر يتعلق بالرواتب السادة الوزراء أو أي معلومات تتعلق بالوزراء أو غيره. هل مجلس الوزراء بيناقش الموازنة دلوقتي يا سيادة سفير، ولا لسه؟ إمتى الموازنة هتطلع؟ يعني السيد وزير الماليه بالامس خلال اللجنه الوزاريه الاقتصاديه عرض بالفعل عدد من الملامح المتعلقه بالموازنه العامه، لم يتم الانتهاء من الصيغه النهائيه لتلك الموازنه. السيد رئيس الوزراء في خلال كل الاجتماعات بيؤكد ان الموازنه الجديده عنوانها هو العداله الاجتماعيه، فيجب ان يحظى التعليم، الصحه، تقديم الخدمات الصحيه والتموينيه بمخصصات اضافيه، بحيث يتم تنفيذ البرامج الطموحه
التي بدأتها الدولة في الموازنة الحالية ويتم استكمالها، وجميعها تأتي في إطار العدالة الاجتماعية، تطويل العشوائيات، الإسكان الأولى بالرعاية، وكافة البرامج سيكون لها موازنة، ولكن لم يتم. إمتى يا فندم بقى، يعني إمتى متوقعين الموازنة تخرج؟ يعني حتى الآن ما زالت هناك عدد من المشاورات حول الصيغة النهائية لتلك الموازنة، ولم يتم الانتهاء منها حتى اليوم. هل صحيح أنه في خلافات بين الوزراء لأنه العجز قد يتعدى الرقم اللي كان مستهدف؟ أعتقد كنا مستهدفين 9.5 أو ما إلى ذلك، وأن الرقم قد يتعدى ذلك إلى 11. هل صحيح ده ولا إيه؟ يعني في الحقيقة يعني في بيانات أخرى تم يعني أشرت أنه ليس هناك أي خلافات داخل المجموعة الوزارية بخصوص الموازنة، وإن كانت هناك بعض الرؤى جماعها تهدف إلى أن تحظى الموازنة بتوازن في تحقيق العدالة الاجتماعية، سواء الناحية الضريبية أو الناحية الصرف داخل تلك الموازنة، ولكن ليس هناك خلاف، ولكن وإن كان هناك بعض التباين في بعض الآراء، ولكن جماعها بتهدف إلى نفس الهدف، وهو أن تحظى الموازنة بعنوان رئيسي وهو العدالة الاجتماعية. نتمنى ذلك، ونحن في انتظار الموازنة. وأنا عارفة النهاردة أيضا مجلس وزراء وافق على اتفاقيات سيمنز، وده مهم. سؤالي بقى عن التمويل، تمويل هذا العقد يا سيادة السفير منين؟ لو يا أذنتي لي قبل الإشارة إلى التمويل، لأن هذا المشروع يعد ليس فقط مشروع بتتعاقد عليه شركة القبضة للكهرباء مع شركة سيمنز العالمية لتنفيذ 3 محطات كهرباء بالغاز بنظام الدورة المركبة، وأيضا محطة أخرى للرياح، ولكن بتشمل تلك التعاقد أيضا إقامة مصنع للشفرات اللي هي الريش لتوربينات المحطات الرياح، بيشمل أيضا برنامج لتدريب 500 من المهندسين والفنيين المصريين في ألمانيا لمدة عام، وألف آخرين في مصر. التوفير بيتم بشروط ميسرة تحت الغطاء الائتماني المقدم من هيئة التنمية الصادرات الألمانية. الألمانية، وبالتالي بيبقى على يعني هو قرض بيسدد على عدد من السنوات، أعتقد كم سنة يا فندم لو عندك الرقم؟ يعني حسب ما هو تم الإشارة إليه اليوم إن هناك 3 سنوات سماح، بالإضافة إلى 7 سنوات اللي بيتم فيها تنفيذ المشروع. بفايدة أعتقد ميسرة أيضا. الفايدة ميسرة، وهي كما أشرت إن هي بشروط ميسرة وبيقدمها تنمية الصادرات الألمانية. بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير حسام القويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء. مصانع سيمنز هتكون واحدة من المصانع اللي هيزورها السيد الرئيس في زيارته القادمة لألمانيا، والتي تبدأ الأربعاء المقبل، وهنتابع معاكم بعد قليل. ولكن عندي خبر الحقيقة أيضا له علاقة بالبزنس والاستثمارات، وقلت لكم إن في هذا المكان أي خبر استثمار جديد هنركز عليه. الخبر له علاقة بشركة مدينة نصر، واتفاق أو عقد حصل عليه المستثمر السعودي عبد العزيز الحكير. ومعي على الهاتف الأستاذ أحمد فواز الحكير، السيد أحمد السيد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا بيك. لو تقولي بالظبط العقد ايه، وده مول اعتقد يعني مول تجاري، قولي بالظبط لو تشرح لنا يا فندم العقد وتفاصيله. هو الاخ فواز الحكير، هم فواز نفس الـ الـ المول اللي موجود في مول العرب اللي موجود في 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 6 اكتوبر. ايوه، وهم كانوا مقدمين لنا عرض الحقيقة قبل المؤتمر الاقتصادي، وكان العرض ده غير مجزي. وفي المؤتمر الاقتصادي نفسه حصل يعني زي ما تقول كان حافز شديد جدا للحركة والتحرك والرغبة الشديدة في الاستثمار وكده. فاللي حصل انهم تقريبا احنا حصلنا على 2.5 قد العرض الاولاني ما كان موجود. ده بقى اداره يا استاذ احمد ولا ايه، ولا اونرشيب؟ يعني ده مول العرب انتم تملكونه في احنا نملك الارض، وهو هيملك هو حق انتفاع. حق انتفاع الارض 50 سنه واحنا هناخد نسبه من الايراد او مجموع الايرادات اللي بتدخل. وهو سيدير وبياخد حق، وبياخد المول نفسه حق انتفاع كمان. بياخد المول المول حق انتفاع يسلمه لنا بعد 50 سنة المول بالأرض بتاعه. تمام، وانتوا بتشاركوا في الأرباح؟ واحنا بنشارك مش في الأرباح، في الإيراد. في الإيراد، احنا نسبة من الإيراد. في الإيراد، وهو طبعا بيدير المول بقى.
بيدير المتر. وده كويس طبعا لانهم عندهم خبره الحقيقه. من الايراد دي اتحققت على المتر حوالي 15000. طيب تكلفه التكلفه بقى هل في يعني دلوقتي المول مبني اوريدي، مول العرب ده موجود؟ لا المول، لا لا المول لسه هيمدد. ده واحد تاني لسه الاتفاق جديد. لا معلش اشرح لي، اصل حضرتك بتقول لي مول العرب فانا افتكرته. لا انا بقول زي مول العرب. زي مول العرب فين يا فندم بقى؟ فين المكان؟ و المكان في منطقه تيجان. تيجان دي قدام ماريوت، جي دبليو ماريوت. احنا نملك 3.5 مليون متر في الحته دي، هي على الدائري وطريق السويس، ناصيه الدائري طريق السويس، 2.5 متر على الدائري، 2.5 كيلو على الدائري، وكيلو وربع على السويس. التكلفه هو في الراس بين في الناصيه بتاعت بين السويس وبين الدائري. التكلفه الاستثماريه قد ايه يا فندم؟ التكلفه الاستثماريه بتاع المول 3 مليار جنيه. 3 مليار جنيه. انما التكلفه الاجماليه بتاع مشروع تيجان 25 مليار جنيه. هل شركه الحكير هتمول من داخل مصر ولا من الخارج يا لا بسيس؟ لا من داخل مصر. من داخل مصر. من ايه من الخارج؟ لا من الخارج. اوكي. يعني كله ده مهم جدا، ضخ استثمارات جديده. بالظبط. طيب ده خبر مهم جدا وده خبر كويس لشركه مدينه نصر الحقيقه. بشكرك شكرا جزيلا، خبر كويس لمصر كلها. يعني في النهايه كل استثمارات مهمه جدا للبلد. طبعا نتمنى ان يبقى في بقى استثمارات في صناعه، نتمنى يبقى في استثمارات في يعني في امور برضو بتزيد من فرص العمل، لكن ده خبر مهم لشركه مدينه نصر. استاذ احمد السيد بشكرك، رئيس مجلس اداره والعضو المنتدب لشركه مدينه نصر. طيب سريعا، الرئيس سيسافر الى المانيا في زياره مرتقبه، هذه اول زياره للرئيس الى المانيا من طبعا من يوم توليه للرئاسه، ومن 30 يونيو الحقيقه انتم عارفين الموقف الالماني كان الاكثر تشددا تجاه مصر بعد 30 يونيو، اكثر تشددا كل المراحل الحقيقة، فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالديمقراطية، فيما يتعلق بأمور شديدة. ولكن مؤخرا يعني رئيس أبل ميركل في دافوس في سويسرا، ثم بعد ذلك كان طبعا ما بعد المؤتمر الاقتصادي وزيارة وفد سيمنز، يعني كان في تقسم كبير في العلاقات، وانتهى الأمر بدعوة من المستشارة ميركل لزيارة ألمانيا. هذه الزيارة على يومين، الأربع والخميس. اليوم الأولاني رئيس سيسي هيقابل الرئيس الألماني الفيدرالي والمستشارة ميركل. انتوا عارفين ألمانيا فيها رئيس ومستشارة، وهيقابل وزراء الاقتصاد والخارجية، ثم مأدبة غداء مع المستشارة وكبار المسؤولين الألمان، وبعد ذلك مؤتمر اقتصادي يعقده وزير الاقتصاد والطاقة للرئيس السيسي، والتقي الرئيس بنخبة من البرلمانيين وأعضاء مجلس النواب والإعلاميين أيضا ورجال الفكر والسياسة وقيادات الشركات. اليوم الثاني هيكون هيقابل 200 من رجال الأعمال والمؤسسات الكبرى، منهم مرسيدس، بي ام دبليو، سيمنز، ايرباص طبعا صناعة الطائرات، وحيزور عدد من الشركات منها سيمنز ومصانع توربينات لمولدات رياح وغيرها ومحطات كهرباء، وأيضا حيكون لقاء مع عدد من الوزراء، وهيلتقي أيضا بالجالية المصرية وعدد من العلماء المصريين الموجودين في ألمانيا، وده أعتقد هيرتبه المهندس هاني عازر وهو موجود طبعا في ألمانيا الآن لإعداد زيارة السيد الرئيس. معي على الهاتف الأستاذ محمد عطية رئيس البيت المصري في ألمانيا. أستاذ محمد مساء الخير. مساء الخير يا استاذ. اهلا بيك. يعني اولا طبعا لما بنقول المانيا في قلق في مصر كبير انه الجاليات يعني المنتميه للاخوان كثيره، ما قد يعدوه للسيد الرئيس الاتراك مثلا، وطبعا موقفهم من مصر، ايه بالظبط اللي بتعده الجاليه المصريه لاستقبال الرئيس، والوضع الاخوان والاتراك وغيرهم من المناهضين للموقف بعد 30 يونيو؟ هو احنا في المانيا الجاليات المصريه الاسلاميه يسعدنا ويشرفنا طبعا استقبال فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لالمانيا، واحنا بنقوم بالتنسيق الكامل مع سعاده السفير الدكتور محمد حجازي في الاستعداد لاستقبال سعاده الرئيس، لان ده استقبال تاريخي
لرئيس انتخبه الغالبية العظمى من الشعب المصري ومقبول عربيا من الغالبية العظمى من الشعب العربي. ومرحبا بسيادة الرئيس موجود هنا يحمي لنا ألمانيا. أما بالنسبة إلى المظاهرات المضادة ديت بصراحة ملهاش وزن هنا في ألمانيا. هنا في قانون وكل واحد عارف حدوده إيه ومحدش يقدر يعمل حاجة، وهي مش بالكترة ولا بالأغلبية اللي بيتصورها الإعلام المصري. يعني أنا بستغرب يعني إيه هنا في ألمانيا مفيش حد في التلفزيون في الصحافة بيعلق على الحاجات ديت إن في حاجات مظاهرات مضادة جامدة. أي في ناس بيطلعوا يتظاهروا، لكن دي حاجة عادية مش بس رئيس أي حد تاني. وبالتالي يعني بس وزنهم قد ايه يا استاذ عطيه؟ الوزن قد ايه يعني وزنهم وجودهم؟ احنا عارفين في تغلغل اخواني كبير في المانيا، هل بالفعل ده مؤثر ولا غير مؤثر؟ حضرتك انا عايش في المانيا اكثر من 40 سنه ولا ليهم وزن مؤثر هنا نهائيا خالص. هناك منظمات مجتمع مدني بتكبر دورهم علشان يعملوا خلل أمني ويؤثر علينا احنا في مصر. نعم. لكن مصر بخير وان شاء الله هنصل الى بانوري، واحنا هنتابع طبعا حضرتك لما يجي ساعه الرئيس كله هيتم بكامل السلام والامان ان شاء الله. واحنا طبعا هنتابع طبعا لقاءاتكم مع السيد، استقبالكم للسيد الرئيس. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد عطيه، وايضا رئيس البيت المصري في المانيا. وايضا اعتقد انه في وفد هيكون وفد اخر مرافق للسيد الرئيس، في عدد من الاعلاميين مسافرين، في كمان الاستاذ محمد العرابي، داليا زياده، في عدد كبير من الناس مسافره لدعم زياره السيد الرئيس. هذه اول زياره لألمانيا للسيد الرئيس منذ انتخابه، والحقيقة دي زيارة مهمة جدا. ألمانيا تفضل تاني كانت الأكثر تشددا للموقف المصري، وده مهم جدا. علاقتنا بالخارج مهمة جدا، نحن نشرح للخارج الموقف المصري. تقريبا وقت انتهى ولازم نستقبل الفنانة نادية الجندي، ولكن سريعا الحقيقة ان في خبر في الصحافة الأجنبية عن بدء في إيران، وده خبر يتعلق بإيران، عن بدء محاكمة مدير مكتب الواشنطن بوست في طهران، وهو إيراني أمريكي الجنسية. والخبر نزل على رويترز ونزل على الواشنطن بوست طبعا، اللي اعتبرت ان ده شيمفل، واعتبرت ان دي محاكمة يعني من العار وما إلى ذلك. لكن لا شفنا وقفات احتجاجية، ولا شفنا بقى الناس قافلة بقها بالبلاستر ويقول لك الحرية في إيران، ولا شفنا حاجة. ليه؟ لأنه طبعا احنا عارفين أوباما عنده عايز يعني اتفاق مع إيران يمشي بسلام، فما عندوش مشكلة بقى مع واحد صحفي أو اتنين أو ما إلى ذلك. المشكلة بتبقى عندنا احنا، يعني هنا الدول، هنا مرة أخرى تحدث عن الدول الضعيفة والدول القوية. أوباما عنده مصالح، الإدارة الأمريكية عندها مصالح مع إيران الآن، فممكن نغض البصر، ممكن يعني نطنش، ممكن جورنان يكتب وجورنان لأ، لكن الحملة اللي اتعملت على مصر اللي احنا مخطئين فيها الحقيقه، واحنا دفعنا ثمن خطأنا، ده ما كانش لازم يحصل، ما كانش لازم نوصل للنيابه ولا القضاء على الاطلاق. اللي احنا دفعنا ثمن بيتر جراتسي ومحمد فهمي وكل الناس اللي اتحبست في قضيه الجزيره، والجزيره استغلتها، لكن وقفات احتجاجيه وحملات علاقات عامه اتعملت. نتعلم بقى الدرس ونشوف الدول بتعمل ايه. ادي هو واحد بيتحاكم ولا حاجه، مصالح، هذه دول ومصالح. النهارده حكم بالاعدام على عادل حباره، وعادل محمد ابراهيم الشهيد بعادل حباره. والحقيقه ان عادل حباره ده عنده قضايا كثيره، لكن النهارده كان في نطق بالحكم بالاعدام عشان نفكركم سريعا من هو عادل حباره، عشان ما حدش يقول لك اصله كان القضيه ان هو لقوا معاه شويه متفجرات. لا، عادل حباره هو المتهم الرئيسي في قضيه رفح 2 اللي قتل فيها 25 جندي مصري في سيناء. نتذكر دايما جنودنا ورفح 2. عادل حباره متهم بالتخابر مع تنظيم القاعدة، عادل حبارة اللي قتل مجندين ببلبيس، عادل حبارة يعني المتهم بقتل 7 أمين شرطة أبو كبير وآخرين، يعني مجموعة من التهم لعادل حبارة، وأولها قضية
قتل جنودنا في سيناء 25 جندي في قضية مذبحة رفح الثانية. تذكر بس عشان محدش يقولك أصله إيه اتقتل في مش عارف قضية متفجرات، لا دي واحدة من قضايا، في قضايا كتيرة جدا، لكن هذا هو عادل حبارة يعني منتمي للتنظيم الجهادي، واللي يعني الحقيقة أسس أنصار الجهاد في سيناء. آخر خبر إن في إيميل للرئيس، أو في إيميل للرئاسة، الرئاسة أعلنت عن إيميل للناس عشان إذا أرادت أن تتواصل مع السيد الرئيس، وأنا أدعوكم جميعا أن ترسلوا إيميلات للسيد الرئيس، كل الناس بقى عايزة، اللي عايزين شكاوى، اللي عايزين يقولوا له حاجة، اللي عايزين طلبات، طبعا أكيد هو مش هيقرب نفسه، ولكن في فلتر واثنين وثلاثة، وفي ميديا أوفيس عنده دلوقتي مكتب إعلامي، لكن أدعو كل المصريين أن يتواصلوا مع السيد الرئيس على هذا الإيميل على الشاشة، ودايما هنحطه على الشاشة عشان المصريين يتواصلوا مع السيد الرئيس. يعني أتمنى بقى السيد الرئيس توصلوا ملايين من الإيميلات، ابتدوا بقى يلا من دلوقتي اكتبوا ايميل للرئيس، ارسلوا ايميل للسيد الرئيس، قولوا له رايكم، قولوا له مشاكلكم، قولوا له مشاعركم ناحيه، قولوا له كل حاجه، تحدثوا مع السيد الرئيس، وهذا هو الايميل للسيد الرئيس السيسي. نخرج فاصل، وبعد الفاصل نجمه الجماهير نادية الجندي هي ضيفتنا النهارده، هنفتح ونتكلم في كل الاسرار، مش بس المسلسل، ولكن اسرار اخرى كثيره ومشوار فني طويل وكبير لنادية الجندي نجمه الجماهير بعد الفاصل.